بث تلفزيون البحرين مساء أمس برنامجا خاصا حول سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين بمشاركة نخب أكاديمية وحقوقية. أكدوا فيه أن مملكة البحرين تعرضت لحملة ممنهجة تقودها قناة الجزيرة. وفي هذا الصدد أكد الناشط الحقوقي القطري خالد الهيل أن رسائل قناة الجزيرة القطرية تتغير حسب سياسات النظام القطري. قناة الجزيرة تتبع أجندة وتتبع تعليمات تأتيها من ملاكها، ألا وهو النظام القطري. ما يحصل الآن في قناة الجزيرة واستخدامها كأداة استغلالية وأداة لتنفيذ أجندة النظام القطري هو أمر غير مقبول. فمثلا تجد أن البحرين مثلا منذ انطلاقة الجزيرة كانت تطلع بدور زرع الفتن واللعب على وتر الطائفية والأمور الأخرى، وتناسوا أن مكونات المجتمع البحريني المثقف الواعي يعي أن المؤامرة الخارجية تأتي من قبل أحقاد قديمة وضغينة سابقة من تنظيم الحمدين منذ تأسيس النظام وحتى الآن. المشكلة الحاصلة الآن في قناة الجزيرة أنها بدأت باللعب على وتر الشعوب، وقالت لهم بأنها تدافع عن المضطهدين وتنشر الرأي والرأي الآخر. بنت جماهيرها منذ تأسيسها عام 96 وحتى الآن على هذا المنطلق. ولكن الذي يعي ما يحدث ويراقب هذه القناة عن كثب يجد أنها تدس السم في العسل، ويجد أن المصداقية فقدت منذ تأسيس هذه القناة، لأن في نهاية الأمر إذا كانت قناة الجزيرة قناة حرة ومستقلة لن تكون قناة محايدة للنظام القطري ولحلفاء النظام القطري. فتجد أن رسائل قناة الجزيرة تتغير على حسب سياسات النظام القطري.